مشاهدين النهارده في مباراه جديده، مباراه الحسم ما بين كريم وسماح. اهو داخل اهو زي ما احنا شايفين. كريم يا جماعه 16 سنه صحوبيه، 9 قرايه فاتحه، 7 خطوبه فركشهم كلهم، وهي دي خطيبته الاخرانيه سماح اللي جاي فركش معاها النهارده. سماح جايه النهارده مصره، وانا متنبئ لها بمستقبل كبير جدا جدا في بيت العدل ان شاء الله. يا جماعه هو ده الصراع، هو ده اللي هتشوفه النهارده، يا ترى فركشه ولا تثبيت؟ هو ده السسبنس. خلينا نتابع مع بعضنا المباراه كلنا يا جماعه. اتأخرت ليه يا أستاذ؟ معلش يا أستاذة، الدنيا متكعبلة وكان في موقف معدي والمواصلات زحمة. ما أنت لو كنت جبت عربية وسمعت كلامي كنت رحمت نفسك ورحمتني من البهدلة دي بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. هوبا! إيه اللعبة دي؟ بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. واحد سماح، صفر يا كريم السنجل. مش معقول يا جماعه، مانشيت على الصدر ما حطش منطق. ما هو هيقول ايه؟ ما هو هيقول إيه؟ موضوع التحرش ده بيكسر اي راجل، بيهز اجدعها شنب. ما شاء الله سماح داخله سخنه بشكل غير طبيعي. مش معقول، يكفي انها كملت للمرحله النهائيه مع اسم كبير زي كريم السنجل بطل العالم في رمي الدبله. برافو يا بت سماح. لا لا لا، دي مش داخل واحد داخل يخلص. اديله على دماغه ما ترحميهوش. دي هفشها واخلص. ايوه كده يا سماح. هخش عليها بالقضيه. خش يا وحش. داخل كريم يا جماعة، شكله متحفز، خسر الجولة الأولى لكن مكمل، وهي دي روح الخطوبة. أقول لك إيه؟ بعد كده ولا تفكك بقى من حوار المواصلات والتاكسيات، تيجي لي بعد كده ماشي، على الأقل يا شيخة تخس شوية. يا نهار أبيض، شوف اللعبة دي، بيكلمها عن التخسيس، وما يتكلمش عن التخسيس إلا الراجل الخسيس. قلت لكم مش عظمة سهلة يا جماعة، سوبر سوبليكس ملوش حل يا إخوانا، والله كريم السنجل ده مش سهل، كريم السنجل ده دون جوان الميريلاند، بيعمل الصح، بيلعب السليمة، الوقت بيمر، يا ترى سماح هترد ولا إيه اللي هيحصل؟ ويا ترى بقى ده كلامك ولا كلام منطق؟ أوبا! لا 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 لا، ده ضرب تحت الحزام، لا مش قانوني يا بنتي، لا اتهزيتي ولا إيه، لا عايزين لعب نضيف، لا ما ينفعش موضوع مامته ده غلط، هتدخلي مامته هيدخل مامتك، هتدخلي طنطو هيدخل طنطك، بيحسبها الكريم، بيحسبها الكريم، واحد واحد. مش معقول يا جماعة، إيه الندية اللي إحنا شايفينها دي؟ واحد واحد يعني تعادل، تعادل ما بين كريم وسماح دلوقتي، إيه السسبنس ده؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه نتشد كده؟ إيه الجمال ده؟ إيه المباراة دي؟ يلا بينا. أنا شايف التوتر من عندي هنا، سامع نبضات القلوب وسامع كل حاجة. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ فركشة ولا تثبيت؟ والله أعصابي ما تستحملش، أنا راجل كبير وما استحملش. مالك يا سماح؟ مفيش. متضايقة من إيه طيب؟ وأنا أتضايق من إيه؟ هو أنت عملت حاجة تضايقني؟ شكلك زعلان يا حبيبتي. وأنا أزعل من إيه؟ هو أنت عملت حاجة تزعلني؟ استغفر الله العظيم يا رب. ما قريفة ليه يا روحي؟ وأنا قريف من إيه؟ هو أنت عملت حاجة تقريفني؟ ايه بقى يا شيخ؟ حرام عليك بقى يا شيخ بقى، انت ما عندكش ولايه. جرى ايه؟ ايه اللي ابتدى ده؟ لا 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 لا، ده لعب سلبي، لا لا لعب سلبي، ده وحش ده. الله يمسيها بالخير، مراتي كانت تحب اللعبه دي زي عينيها، كانت دايما تزنقني في الركن باللعبه دي. انا اتجوزت يا جماعه، تمت في لعبه زي دي. ايوه الحكم لازم يتدخل. بيلغي الجوله. محظوظ يا كريم، بترجع النتيجه تاني، تعادل واحد واحد زي ما كنا، والجوله دي اتلغت. طبعا ده كلام مظبوط. كريم يا سنجل فوق، الماتش بيضيع منك ضربة واحدة كمان وتفقد لقب سنجل للأبد، وهتبقى بتنش وعندك عيال زيي بالظبط. أيوه كده يا سماح. هو ده الكلام يا وحش، يستاهل، هو اللي عمل كده في نفسه. استمر في الطريقة دي، حلوة موت، يصير يزهق ويجيب آخر. برافو يا سماح. ورجعنا تاني يا جماعة الجولة الأخيرة، جولة الحسم، فركشة ولا تثبيت؟ عايزين نعرف بقى، عايزين نشوف مين هيحسمها بقى، عايزين نطمن بقى. أنا عارف إنك زعلانة عشان قلت لك خسي، بس ده مش عشاني، ده عشان مصلحتك. أقول لك على حاجة، بطلي أكل حلويات شوية، مش هقضي أنا حياتي عند دكتور السنان. ده ما كانش دكتور سنان، ده كان دكتور رجيم، كنت بخليك توديني ليه عشان أخس، عشان أعجبك، عشان بحبك. بجد يا روحي؟ تثبيت اكتاف، تثبيت اكتاف يا جماعه، تثبيت اكتاف لكريم السنجل. كريم السنجل ما بقاش سنجل، كريم السنجل انهار يا اخوانا، وعلى ايد مين؟ على ايد بنت مصر. الله عليك يا سماح، ربنا يتمم بخير يا بنتي، ان شاء الله الفرح يكون في دار الدفاع الجوي قاعه الاوركيد، نشوفكم على البوفيه، يلا بينا يا اخوانا. الله يا سماح، الله يا سماح، الله يا مصر، الله يا مصر، الله.